صيغة الصلاة. لي باي دا فانشي. الأصل أن المسلم يصلي إلى سترة. 穆斯林在礼拜的时候，在礼拜的前方应该，放一个遮挡物。那，قلنا لابد قبل أن يدخل في الصلاة يأخذ شروط الصلاة。在礼拜之前，应当首先关注一下，要符合所有礼拜的条件。那，الآن يقوم يصلي وهو قائم。现在站立礼拜。يجعل الرجلين على استقامة البدن。两脚之间的宽度和两肩的宽度相同，不要劈开两腿站很大的地方，也不要把两脚并在一起，两脚之间的距离和身体，两眼要看着注视着叩头的地方，يقول الله أكبر مع رفع اليدين. 抬念阿拉伯克巴尔，然后抬两手。مضمومة الأصابع. 抬念阿拉伯克巴尔，抬两手，手指要合并。الكفين جهة القبلة. 手掌要朝前。لا يمس شحمة الأذنين. 不要用手指摸耳垂。ثم بعد هذا يضع بعض الكف اليمنى هنا على هذا المفصل وضعا على الصدر.然后用右手这个放在左手的手腕上，或者抓住手腕。不要抓到那个上臂，或者不抄手，或者抬得太高也不允许。只要抓住手腕就即可。然后念开拜词，说سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره。赞颂安拉清净等等这样的念词。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم。然后念求护词。بسم الله الرحمن الرحيم。念平安拉之尊名。الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم。غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 念开端章之后念阿弥。ثم يستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن آية فأكثر أو سورة. 然后念一些古兰经是属于可加的，念这整章的或几节就可以。这是念的多福章。ثم يقول الله أكبر ما رفع يديه. 然后念阿拉伯克巴尔，同时抬两手。حذو الأذنين أو المنكبين. 手抬到那个两耳的高度或者两肩的高度。ثم يركع. 然后鞠躬。يمسح يقبض على ركبتيه. 鞠躬时两手抓住两个膝盖。يجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس. 后背要平，头要和后背都是平的。لا يثني المرفقين. 不要抬起两肘。يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. 鞠躬时念一遍 سبحان ربي العظيم. وجوبا. 这是主命。ويستحب أن يزيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح القدوس رب الملائكة والروح. 也可以再增加就像刚才谢和念的一样。ثم الآن بين الركوع وبين الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده.然后起身，念起身的念词。إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. 站起来以后念 ربنا ولك الحمد. يستحب أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. 也可以再增加一些可加的念词。لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 如这个祈求阿拉怜悯等等这样的念词。ثم يكبر يقول الله أكبر. 然后念 الله أكبر. 叩头。ويسجد. 叩头。يجعل اليدين حذو الأذنين مضمومة الأصابع. 两手的这个位置和这个两耳的位置差不多。باطن أصابع رجلين على الأرض. 这个两个脚尖要立起来。من الأخطاء. 立起脚尖要。يضع هكذا رجلين. 要这个脚尖要朝向前方，不允许把脚抬起来或做其他的动作，都不允许。对，这个两个脚尖要朝前，这个两脚并上。
不允许有其他的动作。يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا. 然后念 سبحان ربي الأعلى 念一遍是主命。ويستحب أن يزيد بما ورد عن النبي. 可加的是可以再多念。لا يضع المرفقين على الأرض. 不要把两个肘放到地上。ولا ينضم في سجود هكذا. 不要全你叩头时候不要全在一起。ولا يمتد حتى يكون كالنائم ليس ساجدا. 也不要伸展的过于大，也不可以。نعم.ثم يقول الله أكبر ويجلس. 然后念阿拉胡巴转坐正。يقول رب اغفر لي. 念رب اغفر لي. مرة واحدة وجوبا. 念一遍是主命。واستحب أن يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي. 也可以再多念。يجعل باطن أصابع رجلين على الأرض. 右脚的脚尖这个撑住地，脚尖朝前。يجلس على.坐在左脚上。礼拜时的坐都要这么坐。指出是三拜或四拜的末座之后，三拜和四拜的末座。应当这样坐，坐在左臀上。右手。做中坐末座的时候，做末座的时候，应当食指右手的食指在动啊，动食指。然后出拜的时候念出 salam 向右，然后向左，只是脸部左向右向左。不允许手在乱动，那不允许啊。或者头上下翻动也不可以，或者肩部扭动也不可以，两个肩动都不可以。والله أعلم，阿拉知之。